العمل على شاشة التلفاز ليس من الأعمال البسيطة كما يعتقد بعض المشاهدين، بل هناك أمور عدة يمكن حدوثها على الهواء مباشرة ولا تستطيع السيطرة عليها. أيضا هؤلاء المذيعين معرضين لارتكاب الأخطاء يوميا أو التعرض لحادثة أو حتى الشعور بعدم الراحة في مكان عملهم، مثل ما سنشاهد في مقطع اليوم. لهذا استعد جيدا لمشاهدة 10 مواقف محرجة حدثت على الهواء مباشرة. ولكن إن كنت من عشاق هذه الفيديوهات لا تنسى الضغط على زر لايك حتى نعرف عدد المهتمين بهذا الموضوع. عاشرا، كل شيء كان يبدو طبيعيا أثناء بث هذا المذيع تقريره الإخباري على الهواء مباشرة، ولكن عندما ننظر إلى ما يحدث خلف الرجل نجد أمرا غريبا، حيث نستطيع رؤية أحد الأشخاص يقوم بشرب مياه الزهور. أعتقد أنه شعر بالعطش فقرر القضاء على هذا الشعور في أسرع وقت. تاسعا، أحيانا تكون ملابس المذيعات غير مناسبة للشعور بالراحة أمام عدسات الكاميرات، وهذا ما حدث مع تلك الفتاة. فأثناء قيامها بإحدى فقرات البرنامج تفككت أزرار قميصها، ولكنها أخذت الموقف على سبيل المزح وقامت بربطه مرة أخرى سريعا. ثامنا، تعرضت هذه المذيعة لموقف غريب بعض الشيء، فأثناء قيامها بتسجيل تقرير أمام عدة حمامات عمومية، ربما يبدو الأمر غريبا ولكنه مقبولا. الأمر الأكثر دهشة عندما نرى هذا الرجل الذي يبدو أنه كان ثملا ومخمورا، نراه يقوم بأخذ قطعة الصابون لغسل يده في هذه المياه، ولكن ما لا يعرفه أنها مياه بول الأشخاص، ما تسبب في ذهول المذيعة. سابعا، يبدو أن هذه الكراسي ليست جديرة بالثقة، لهذا لا أنصحك باستخدامها إذا وجدتها أمامك. فهذا الرجل الذي يبدو بمظهر غريب كان يقدمه عرضه التلفزيوني، ولكن الكرسي لم يستحمله وسقط به وسط ضحكات الجميع. وبالطبع يبدو مضحكا ولكنه مؤلم بعض الشيء، وفي النهاية وقف الرجل بدون معرفة ماذا يفعل. سادسا، من أكثر الأمور الخطيرة لأي مراسلة هي قيامها بتسجيل تقرير في مكان يتواجد به ثلج. هذا ما حدث عندما قام الحاضرون بإلقاء كرة الثلج عليها لإعطاء بعض المرح على التقرير، ولكن هذا المذيع يبدو أن الأمر لم يكن رائعا بالنسبة له، وعندما تعرض لهذا الموقف غضب وقرر الهجوم على هذا الرجل. خامسا، أصبحت هذه المذيعة مشهورة على وسائل التواصل الاجتماعي ومواقع الإنترنت ليس فقط لتفوقها في العمل التلفزيوني، بل للموقف المحرج الذي تعرضت له. فأثناء قيامها بتسجيل تقرير إذاعي عن أحد الأعاصير، تحركت لافتة التوقف وارتطمت بوجهها كما نشاهد أمامنا. قرر هذا المذيع النرويجي إقامة تقرير عن ركوب الخيل، فقام بتسجيله أمام إحدى مزارع الخيول، ولكن ما حدث كان مضحكا. فنرى أثناء تسجيله التقرير التلفزيوني قام الحصان الذي يدعى فرانكي بشم المذيع ومداعبته وسط ضحكات مذيع البرنامج الترفيهي، ولا نعرف كم مرة حاول المذيع تسجيل تقريره، ولكن يبدو أن الأمر كان رائعا. تعرض هذا المراسل لضربة بالكرة في رأسه أثناء تغطيته إحدى المباريات من داخل أرضية الملعب، وبالطبع كانت الضربة مؤلمة ولكنه نجح في استكمال تقريره بدون أي مشاكل. ثانيا، تعرضت هذه المذيعة لموقف محرج قبل الفاصل الإعلاني، حيث تفاجأت بدخول طائر البلشون الأحمر ووقف فوق رأسها وسط ضحكات زميلها. وعلى الرغم من هذا الأمر إلا أنها لم تشعر بالخوف، بل انتقل الطائر لرأس زميلها، وحصل هذا المقطع على قرابة 300 ألف مشاهدة على تويتر. أولا، أحيانا لا تظهر الكاميرات جميع المواقف التي لا تحدث على الهواء مباشرة، فنرى هنا ما تعرضت له هذه المذيعة، ولكن لا يوجد أي تفسير لهذه الحالة، من الأفضل مشاهدتها بدون تعليق. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على لايك، ولا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الإشعارات كي يصلك جديدنا.